مفهوم الصداقة بين الرجل والمرأة هو أساساً مفهوم غربي نحن أخذناه دون فهم لضوابطه وهو من أخلاق الغرب. فمن الجمل المشهورة لديهم أن الحب يبدأ بعد الصداقة، يعني يكون في الأول صديق ثم يصبح حبيب. ومن الجمل أيضاً مثلاً عش حياتك قبل أن تدخل قفص الزوجية، شبه الزواج بالقفص ويصورون لك في الأفلام حياة الشاب قبل الزواج هناك أنه شخص ذو عضلات يركب سيارة فارهة يصاحب العديد من الفتيات على الشاطئ وفي البارات لديه الكثير من الصديقات، ويصورون حياة الشخص بعد الزواج أنه يركب سيارة عائلية رديئة يلبس بدلة بسيطة حياته مملة. من مثل هذه الأفكار خرج لنا مفهوم الصداقة بين الرجل والمرأة. أساساً جملة هذه الفتاة مثل أختي خاطئة تماماً، لأنها لن تكون كذلك حتى وإن حاولت جاهد. فالأخت أخت والأجنبية أجنبية، لكن يجوز أن تنادي أحدهم الآن بيا أخت فلانة تذكيرا لك أنها أختك في الإسلام ولكن ليس في الحقيقة، ركز. ويكون من باب عدم رفع الكلفة بينكما في الحديث من باب الحدود.